بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح نفتح بعض الملفات، الملفات اللي عندنا حق هذا الدرس راح نفتحهم، راح نشوف الأول. الأول قاعد نسويه يعني بطريقة اللي هي نفس يعني الأمر اللي استخدمناه قبل، هو برنت أو برنت لاين. والبرنت أو برنت لاين راح يطبع كل اللي موجود داخل الفواصل العلوية، إذا كان موجود بين فواصل العلوية، وإذا كان موجود يعني كمتغيرات فراح يجمع المتغيرات مع بعض أو يطلع قيمة المتغير إذا كان لحاله. وطبعا هني احنا جامعين أو دامجين بين الأشياء مع بعض عن طريق الزائد. استخدمنا الاسكيب سيكونس باك سلاش تي مثلا عشان يعطينا مسافات جدولة يكملها، فإذا كان يعني في البداية يعطيني 8 أماكن، إذا حطيناه هني فراح يكمل اللي هو كتبه ويكمله إلى 8، علشان اللي بعده راح يطلع من بعد 8 أماكن من الجدول السابقة. وهالشكل، وإذا لو كان إحنا حاطين باك سلاش إن راح يطبع أو يحول إلى سطر جديد، لكن إحنا ما نحتاج باك سلاش إن علشان عندنا إحنا برنت لاين، فراح يحول عقب طباعة السطر يحول لسطر جديد أوتوماتيك. هذا البرنامج لو سويناه كومبايل وسوينا له رن راح يطلع لنا بالطريقة هذه. اللي انا بوصله من هذا البرنامج انه بوضح شنو يعني الاشياء اللي فيها، خلينا نقول عيوب او بعض النقص في البرنت برنت لاين لما بطبع، وشلون انا اتغلب على هذا عن طريق استخدام البرنت اف اللي راح نتكلم عليها بعدين. فهني عندنا بالريزلت عندنا ارقام، عندنا حاصل جمع هذا مع هذا اعطاني رقم، حاصل طرح هذا من هذا يعطيني رقم، وحاصل ضرب هذا في هذا يعطيني هذا الجواب. نلاحظ ان الاجابات ما هي مترتبة ترتيب صحيح، عادة احنا نرتب الاحاد تكون تحت بعض، ويعني المفروض هذه كلهم يدنون الى اليمين وهذا تدني الى اليمين، والعشرات تحت بعض والمئات وهالشكل. لكن مثل ما نشوف هني احنا كل شيء من هالاشياء هذه ما هو يعني موجود بشكل واضح، او يعني ما تقدر تشوفه بشكل منظم. لو رحنا للبرنامج الثاني كذلك سوينا الكومبايل سوينا الرن، راح نشوف هني كذلك اذا استخدمنا بعض الارقام اللي فيها يعني بأرقام عشرية فيها أعشار، أو ممكن يطلق عليها البعض كسور مع أنها يعني هي غير موجودة بشكل كسور لكن بشكل عشري. لما نستخدمها ونحاول نطبعها راح نشوف هني ما في ثبات في عملية الطباعة. العدد الأولي أعطاني إياه بالشكل تقريبا مثل ما هو، لكن العدد الثاني لما كان أكبر منه بصفر تقريبا بزيادة رقم أعطاني إياه بالطريقة اللي هي scientific باستخدام الإي. هذه الطريقة هذه أعطاني إياها عادي لما حطيت تقريبا مكانين عشريين، لكن لما حطيت 4 أماكن عشرية أعطاني إياها بالطريقة scientific. فما في ثبات باستخدام طريقة عرض النتائج باستخدامنا البرنت لاين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين نبي نشرح أمر البرنت اف. طبعا برنت اف راح يكون نفس الشيء مثل البرنت، تحت السيستم دوت اوت ونكتب دوت برنت اف. البرنت اف تكون من يعني خلينا نقول جزئين، الجزء الأول السترنج اللي أنا بكتبه، والجزء الثاني اللي هي العناصر اللي انا بعوضها في السترنج سبيسيفايرز. وراح يكون التعويض بالترتيب، يعني بمعنى ان الاولي راح يروح حق السترنج سبيسيفاير الاولي، والثاني راح يروح حق السترنج سبيسيفاير الثالث. لو الثاني لو عندي ثالث نفس الشيء، الثالث راح يروح حق الثالث. طريقة الجزء الأول اللي أنا أسويه أكتب الكلام اللي أبيه، بعدين ممكن أحط السبيسيفاير، وبعدين أحط الكلام، بعدين سبيسيفاير، بعدين كلام. طبعا ممكن إذا أنت الكلام ما حطيته ممكن
ممكن تحط سبسفايز ورا بعض وخلاص، مش هتحط اي كلام مني ومني، لكن كل هذيل تحطهم بين دبل كوتس، بين فواصل الألوية، وراح تفصل بين هذا الجزء الثاني والجزء الأول بالفاصلة. كل جزء من الأجزاء هذه السبيسيفايرز ممكن يتكون من هذا الشيء. طبعا لازم بدايته تكون موجودة علامة البلمية هذه، وبعدين ممكن تكون من أي شيء من الأشياء هذه، لكن لازم يكون موجود وياهم الكونفرجن كاركتر. كونفرجن كاركتر مثل ما نشوف مو محطوط بين أقواس مربعة، وبالتالي هذا ضروري إني أنا أوضحه، لكن بالنسبة حق البريسيشن والوث والفلاجز مو ممكن، أو يعني مو شرط إني أنا أحطهم، لكن لو حطيتهم أحطهم يعني بالطريقة هذه بالترتيب هذا. عندي لما نيجي نشرح الحين بالنسبة حق الكونفرجن كاركتر، كونفرجن كاركتر اللي هو التايب اوف ارجيومنت تو بي فورماتد، يعني شنو النوع اللي احنا نبي نعرض في البيانات. هذه عندي البيانات وبيعرضها بالطريقة هذه، فهني احدد النوع اللي راح تنعرض في البيانات، او شلون انا راح اغير من شكل البيانات بحيث يعني تظهر بالطريقة اللي أنا كاتبها هني. عندي الـ Conversion Characters، عندي أكثر من كاركتر. عندي لو استخدمت الـ D معناته بطبع شيء Decimal Integer اللي هو راح استخدم فيه البايت أو الشورت الـ Int أو اللونج. لو استخدمت الـ F راح استخدم اللي هو الفلوت، راح أطبع يا فلوت يا دبل، الأشياء اللي فيها فواصل عشرية. نفس الشيء لو استخدمت الاي راح اطبع فلوت ولا دبل، بس راح يطلع لي في علامة الاي اللي هي scientific notation اللي هي راح نشوفها بعدين ان شاء الله. لو استخدمت small s او capital s راح يطبع لي string، يطبع string، لكن small s تطبعه مثل ما هو، والcapital s راح تحوله الى كل شيء capital. لو طبعت باستخدام السي او الكابيتال سي راح يطبع لي الكاركترز، لكن سمول سي تطبع الشيء مثل ما هو، والكابيتال سي راح تحول كل شيء الى كابيتال. لو انا حبيت اطبع العلامه هذه احط قدامها مثلها عشان يطبع لي اياها، ولو حبيت احول الى سطر جديد راح يطبع العلامة بالمية بعدين ان، لان البرنت اف ما تحول سطر جديد اوتوماتيك مثل البرنت لاين. البرنت مثل برنت اف مثل البرنت، فبالتالي تطبع هذا واللي وراه يطبع يعني يمه. اذا انا حبيت اطبع سطر جديد اي مثلا في النهاية هني، واقول له ممكن علامة بالمية وراها ان، او ممكن حتى كذلك اعطيه باك سلاش ان، وبالتالي بعد ما يطبع السطر هذا راح يحول سطر جديد. اني حق الاشياء الثانية اللي هي هني الودث هذا اللي هو راح يعني يمثل اقل عدد من الاماكن اللي انا احتاجها حتى اعرض هذا الشيء، وراح نوضحها ان شاء الله بعدين. اما البريسيجن فهي تمثل عدد الاماكن العشرية اللي انا بطلعها. لو ابي مكانين ابي ثلاثة على يمين النقطة، فبالتالي احدد عدد الاماكن اللي انا بطلعها. اما في حالة الوث فيعطيني الاجمالي، يعطيني الاجمالي يعني الديسيمال بوينتس مع النقطة مع الارقام كلها مجموعها المفروض يساوي هذا او اكثر، وراح نشوف بعدين شلون. عندي الناقص ان ابي الجواب اللي هي هذه الاشياء هذه الحين كلها من ضمن الفلاجز، ابي الجواب يروح على اليسار، واذا في يحتاج فراغات راح تكون على اليمين، وراح نشرحها ان شاء الله بعدين في حينها. الزائد ان انا قاعد اقول له ابي اعرض الاشارة لو كانت زائد، لان عادة اذا كانت الاشارة زائد ما نعرضها. لو قلت العدد خمسة معناته زائد خمسة، لكن لما اقول ناقص خمسة لازم اكتبها ناقص خمسة عشان يميزها عن الزائد. فهني اقول له حتى الزائد اكتبها زائد، يعني الخمسة راح تطلع لي زائد خمسة. القوس بالطريقة هذه ان انا قاعد اقول ترى اذا كان العدد سالب لا تحط الاشارة ناقص، حط العدد بين اقواس، فالعدد اللي بين اقواس راح يمثل اعداد سالبة.
الصفر، لو حطيت الصفر انا معناته اقول لو في اماكن انا خليتها فاضية او انت راح تخليها لي فاضية عشان مثلا الوث كبير، فبالتالي لا تخليها هي فراغات، حولها الى اصفار. اما اذا استخدمنا الكوما فبالتالي اني انا قاعد استخدمها حق تكون فاصل للالاف والملايين وهالشكل، واحنا رايحين يعني واحنا يعني مكملين بلايين الى اخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين راح نفتح الملف الثالث وراح نبدأ نشرح شوي في امر البرنت اف. هني عرفنا بعض المتغيرات بي واي 1 نوع بايت، اس اتش 1 نوع شورت، اي ان 1 نوع انت، ال جي 1 نوع لونج، واخترنا الـ يعني التايبس اللي هم نقدر نقول نوعهم كلهم انتجر. فلما نيجي نعرض النتائج بالطريقة باستخدام برنت اف راح نستخدم شيء يسمونه conversion character، مثل ما احنا شفنا بالشرح السابق في هذا، ان الدي نعرض او الاشياء اللي نوعها انتجر، ونحط طبعا هذه هي الدليل اللي راح يعلمنا ان هذا راح نسوي له عملية عرض بالطريقة اللي راح تقبلها البرنت اف، وراح نسوي عرض مثل ما احنا شفنا سابقا لهذا المتغير اللي هو راح نعوضه في هذا المكان حتى يطلع، ونفس الشيء هني راح نعوضه هني، ونفس الشيء هني حق هني وهني حق هني. البرنت اف ما تحول السطر او الى سطر جديد اوتوماتيك، لذلك احنا نحتاج نحط انفرس يعني علامة البلمية بعدين ان، او نحط باك سلاش ان، كلهم راح يمشون بالنسبة لنا لو سوينا كومبايل بعدين سوينا رن. راح نشوف الإجابات، الإجابات تقريبا طلعت لنا مثل ما احنا حطيناهم، لكن للحين نلاحظ ان احنا ما حطينا عشرات تحت العشرات، راح نشوفها في دروس لاحقه شلون نخلي الارقام تصير تحت بعض، لكن الحين احنا بس بنعرف ان الاعداد الصحيحه نحط لها الكونفرجن كاركتر دي. راح ننتقل الى البرنامج الثاني ونسوي كومبايل ونسوي رن، وراح نشوف هني احنا استخدمنا الفلوت والدبل. الحين استخدمنا الارقام اللي فيها يعني خلينا نقول اماكن عشريه، فالفلوت ويا الدبل سويناهم بالطريقه هذه. هذه استخدمنا هني مثلا رقم صغير كلش في اصفار اصفار اصفار، بعدين بوينت مثلا البوينت بعدين اصفار وبعدين واحد، او هني يعني رقم شوي كبير وهني رقم اكبر حيل لانه هو دبل فيستوعب الرقم هذا. فلما نعرضهم في الطريقة باستخدام برنت اف نستخدم الكونفرجن كاركتر اف، وكذلك نستخدم الكونفرجن كاركتر اي اذا بنعرضهم بالطريقة اللي هي ساينتفك اللي هي باستخدام الاي. عادة احنا راح نستخدم الاف، لكن الاي يعني ممكن واحد يستخدمها، واحنا يعني رويناكم اياها هني علشان اللي يبي يستخدمها يعرف شو يستخدمها او شنو يكتب عشان يستخدمها. الاف هني قاعد تعرض لنا عندنا الارقام هذه، نلاحظ هني تقريبا عندنا اصفار وايد بعدين الواحد، يعني لو عدينا الاصفار 3 6 9 يمكن 10 اصفار تقريبا، لكن لما نشوف الجواب اللي طلع لنا هني طلع لنا 6 اصفار. الاربع اصفار اللي هني هذه مع الواحد راحوا انحذفوا، لانه هو اللي طلع بالديفولت اذا احنا ما حددنا عدد الاماكن اللي نبيها تطلع يطلع لي 6. نفس الشيء هني انا حطيت 0 1 هني، لكن هو طلع لي على اليمين 6، يعني حطيت 0 1 طلع لي على اليمين 6، فدائما يطلع لك على اليمين 6 ويطلع كل اللي موجود على اليسار اذا احنا حطينا بس الاف. واذا حطينا الاي هو يسويها بطريقه ساينتفك، ان اذا فيها الشكل يفرق يدني الفاصله الى اليسار بعدد مرات لين يوصل الى المنطقة هذه، يحط الفاصلة هني ويشوف عدد الاصفار اللي شالها. في الحالة هذه شال 9 او دنة 9 فراح يكون شذي. اما بالحالة الاولى اللي نروح ننتقل على اليمين فيحول شذي، وبالتالي حركها 10 اماكن من الاصفار وواحدة زيادة حق يكون يمين الواحد، فحركها 11 مكان، لكن 11 مكان الى جهة الصغير اذا نحط شنو
ناقص ناقص 11. بالنسبة حق الأخير عندنا يمكن 14 صفر معناته، لأن حط لنا 14، فبالتالي راح ادنيها 14 مكان حتى يوقف هني. لذلك قال لنا هذا واحد، لكن على اليمين شنو يعني اي اس بلس 14 يعني في ضرب 10 اس 14، ودائما يحط لنا على اليمين 6 اماكن. لو فتحنا اللي بعده نسوي كومبايل ونسوي رن، هذا الحين بنتعامل مع الكاركتر والسترنج. الكاركتر حرف واحد بس نحط، فحطينا الاي. السترنج ممكن نحط اكثر من حرف، فبالتالي حطينا كلمة جافا. لما يبي بعرض كاركتر اعرضه باستخدام السي، ممكن اعرضه سمول سي او كابيتال سي. سمول سي يعرضه مثل ما هو، مثل ما انا كتبته، لو كتبته سمول يعرضه سمول، لو كتبته كابيتال يعرضه كابيتال. لكن اذا حطيته كابيتال سي اقول له حوله الى كابيتال، فراح يحول الكلام هنا الى كابيتال. فنشوف اني في الحالة الاولى اعطاني يا اي مثل ما هو لان حطيته سمول. هني لما حطيته كابيتال سي يعني سي بالطريقة الكبيرة الحرف كبير، بالتالي اعطاني القيمة نفسها حولها الى كابيتال اي. وما ينطبق على هذا، ينطبق على السترنج. فهني لما حطيت له سمول اس راح يعرض لي القيمة هذه المخزنة داخلها اللي هي كلمة جافا، يعرضها مثل ما هي. لكن لما احط له كابيتال اس راح يعرض لي اللي مخزن هني في كل كابيتال لتر. فانا على حسب اذا ابي اخزن يعني ابي اعرض كابيتال لتر او سمول لتر، استخدم سمول سي او سمول اس، او اني استخدم كابيتال سي او كابيتال اس.